وأكد لي على النظافة يا أخويا، أكد لي على النظافة. أنا رانا في المغرب خوتنا، اللي ما يعرفوش رانا في مدينة العيون في المغرب، مدينة العيون المغربية، جولة في مدينة العيون المغربية. نشوفوا أحد الإخوة كتب لي في التعليقات على فيديوهات سابقة، وجد التعليق تاعو أنه قال لي شوف هذا الفيديو، بعت لي الرابط تاعو، مدينة العيون المغربية، نشوفوا الشوارع تاعها، نشوفوها كيف دايرة مع بعض إخوانا أخوتي الكرام. بسم الله وعلى بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله. مطار العيون حسن الأول، هبوط الطائرة، منا تبدأ الجولة، شوفوا الشوارع تاعها والأزقة تاعها كيف دايرة. بداية نقولوا مدينة منظمة في هذه البداية أخونا أخوتي الكرام، لما نشوفوه لحد الآن ومازال نشوفوه إن شاء الله. واو هذا الطابلو بسم الله ما شاء الله عليه، على الصحراويين زي الصحراوي. تحياتي للناس العيون، دار دار، بيت بيت، زنقة زنقة، فرد فرد، تحياتي لكم جميعا. فوالا او مع اجواء كاين الرياح و اشجار النخيل مع هاد البنايات المتناسقة الالوان الصحراوية. هاد الدخلة تاع مدينة العيون تقول انه الشوارع نظيفة دائما، بسم الله ما شاء الله، روعة صراحة. هذه البداية تاعنا ومازال رانا في هذه الجولة مع هذا الأخ اللي تلقاو رابط قناة تاعو تاع هذا الفيديو أسفل في الديسكريبشن في صندوق الوصف. ما شاء الله شوف الرومبوا تاعهم ما شاء الله، شوف هذا الطابلو تاني بالزي الصحراوي أيضا، هذه النوعية تاع الأشجار أيضا ما شاء الله عليهم الخضرة، حبوا المساحات الخضراء. ما لاحظته لحد الآن الإخوة الأخوات أنه الطرقات هنايا واسعة، هكذا واسعة ونظيفة، أرصفة واسعة تاني لأنه الصحراء شاسعة يا خوتنا، وكاين البلا فيها بزاف. عجبني أيضا بين الطريق اللي يديو يرد هنا، تشوف هذه الأشجار هذه النوعية ما شاء الله عليها، والله تزيد جمالا ورونقا للمدينة، مساحة الخضراء هي الصح يا خوتنا. شوف هنا نوعية تعبيد الطريق، لحد الآن ما شفناش أي فوضى ولا بناء فوضوي ولا بناء، البنايات متناسقة فيما بعضها. هنا الدخول هذا الأخ للسوبر مارشي تاع مدينة العيون، والله تبارك الله واسع ومداروه ب طريقة عصرية وحديثة، واو فيه مقاهي، فيه البنايات العصرية أيضا واللمسة الصحراوية دائما موجودة، واو نافورة المياه لتعطي الهدوء والسكينة كي تسمع صوت المياه، خاصة في الصحراء الجو حار خاصة في فصل الصيف. ماكدونالد نعم، ما هذه عالم أظن في وسط مدينة العيون. هنا شوارع نقيقية ما شاء الله تبارك الرحمن، صراحة البنية التحتية في المغرب ما شاء الله، يعني صراحة بدون ما نزيدوا عليها ولا اللي كاين، حنا نقولوا الحقيقة يا خوتنا. واو صراحة هذه المدينة كي تعيش في مثل هذه المدن تشعرك بالراحة والسكينة صراحة. شوف شوف هذه الشوارع، والله صراحة ما عندناش واش نقول عليها سلبي أو شيء ننتقد في مثل هذه الشوارع. واو هذا المسجد أيضا ولا أروع، شوف هنا تعبيد تاعهم، وهذه جاردان هنا في العيون، وهذا الرياضة تاني اللي ما يسيروها السكي ولا كيف يقولوا لها يا خوتنا، كتبوا الناس في التعليقات. ناس عندهم هذه الهواية اللي يحبوا هذه الرياضة، كاين مرافق وين الإنسان
يرفه على روحه. واو، نافورات المياه، جودة، حتى جودة السيراميك اللي داروا في الأرض ممتازة. واو والله ما تقول قاع أنك في الصحراء يا خوتنا، تقول شرك في الصحراء صراحة. أن المشاهد اللي نشوفوها لحد الآن، بسم الله ما شاء الله وتبارك الرحمن، شوف هذه المساحات الخضراء و المياه هذه اللي تعطي الراحة والسكينة للإنسان. هنا اللي يحبوا يمارسوا الرياضة مساحة، هذا التصميم أيضا هناك هنايا الكرة الأرضية هنايا، والله أعلم شنو هذا التصميم، كتبوا الناس في التعليقات اللي على بالهم ناس العيون المقيمين بمدينة العيون. واو والله ساحة، هذه الساحة ولا أروع. أنا نحب لي بلاس بيبليك هكذا والحدائق و وين مرافق للتسلية، و يوجد حتى وين تمارس الرياضة، اللي يحب يقعد مع العائلة تاعو فضاء عائلي ما شاء الله بسم الله. وأكد لي على النظافة يا أخويا، أكد لي على النظافة. أنا رانا في المغرب خوتنا اللي ما يعرفوش، رانا في مدينة العيون في المغرب. واو والله ما عندي ما نقول، البنى التحتية لمدن المغرب اللي شتها. أنا الصور في الليل كما نشوفوا النافورات داروا لهم أضواء مختلف الألوان، إضاءات تزيد جمالا ورونقا لهاته المدينة الساحرة في قلب الصحراء. واو والله اللي خدموا هاد المرافق ورام مشكورين صراحة، والأهم أنهم ما راهم شاملينهم، كاين المداومة على الخدمة هنايا، ماشي داروهم مرة ومن بعد هملوهم. لأنه نشوفوا المشاريع في بلداننا في شمال إفريقيا خوتنا، يديروهم مرة فقط ومن بعد يهملوهم. هنا لأنه شت هذا المناظر حوالي 3 أو 4 سنوات للوراء، درت فيديو على العيون، فهذه الساحة قعدت كما هي أو زادوا عليها، زادوا أمور زادت لها جمالا ورونقا صراحة يا أخوان خوتي الكرام. واو بسم الله ما شاء الله، والله مشاهد رائعة. تحياتي لخوتنا في العيون وسائر المدن المغربية، ربي يحفظكم خوتنا. هذا مسجد صحراوي على الطريقة الصحراوية، مدينة هادئة صراحة وجميلة ونظيفة العلم. هنا رانا مع الكتبان الرملية وسط الطريق، هنا دخلة على شاطئ فم الواد في العيون. راك تشوف أجواء صحراوية خوتنا، وطرق معبدة واسعة، يعني معبدة جديدة، وتشوف الطرق يعني كاع متراسين. وهنا مدخلوا في نوعية ماشي قدرون، هذا الأحمر، شوف الرميلة دخلت تحت الطريق. واو والله خدموهم الطرق هنا صراحة. هنا المحيط الأطلسي، واو هذه الصور نتمنى أنني نشوفها يا خوتنا، المحيط لا يهدأ كما تشوفوا. واو بخير، عندما تلتقي رمال الصحراء بالبحر بالمحيط، محيط الأطلسي، خليني نعبر خليني نحكي، والله مشاهد رانا استمتعوا يا خوتنا، شلل عينيك يا خويا. طبيعة جميلة وين ما رحت في هذا العالم، ولكن كي يخدموها أيضا الإنسان يخدم المرافق هنا، يخدم الطرقات ويوفر صراحة، يزيد جمالا ورونقا لهذا الطبيعة. واو والله أنا من محب المحيط.
البحر بصفة عامة، يعطيك الهدوء والسكينة. هذه بنايات قديمة على ما أظن. هنا نشوفوا هذه البوابة اللي داروها، بوابة لدخول المدينة. صراحة هذا دار بينا كاع في مدينة العيون جولة خفيفة، وصور لنا بارك الله فيه وجزاه الله خير جودة الصورة في هذا الفيديو ما شاء الله وتبارك الله. مدينة رائعة، ما عندي واش نقول، يعني ما شفتش حاجة سلبية لحد الآن يا خوتنا. هذا مرسى العيون، كاين شاطئ المرسى أيضا هنا. صراحة ما شفناش أمور سلبية لحد الآن. واو، مرسى العيون مع الشاطئ، اي باب يا ماما، والله مشاهد سبحان الله الخالق المبدع المصور، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله، رانا استمتعوا بهذه المناظر الخلابة. إذن والله دار بينا جولة ما شاء الله. هذا الأخ بارك الله عليه، تلقاو رابط القناة تاعو في الديسكريبشن في صندوق الوصف، والله يستاهل الدعم هذا الإنسان، نتصور تاعو ما شاء الله. إذن ما عندنا ما نزيدو في هذا الفيديو أخونا أخوتي الكرام. شعارنا الدائم الأبدي خلونا نعيش في سلام ووئام، الجزائر والمغرب. دمتم في عتله وحفظه، صح فطوركم صح سحوركم، كل واحد وقته يشاهد هذا الفيديو. تحية عطرة للإخوة والأخوات، وبارك الله فيكم على الدعم المتواصل فاتي القناة هذه الأيام، وجزاكم الله كل خير. كان معكم من الأبزر، يحييكم. دمتم في عتله وحفظه، لفيديو آخر. السلام عليكم.